هذا التقارب الإماراتي التركي بعد عداوة طويلة، خصوصا أن تركيا تلعب دورا هاما ورئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وتلعب في محور معادي لمحور الإمارات كما يصفه مراقبون، هل للانسحاب الأمريكي من أفغانستان وهروب أشرف غني للإمارات علاقة بلقاء طحنون بن زايد رئيس الاستخبارات مع الرئيس التركي وأيضا بالمكالمة الهاتفية بين أردوغان ومحمد بن زايد بالأمس؟ يعني لابد أن نقول بأن الإمارات هي شاءت أم أبت هي تورطت في استقبال الرئيس الأفغاني الذي هرب من أفغانستان، سيطر الطالبان على السلطة، المجلس الضبابي الأمريكي الموجود وانسحابه المفاجئ من أفغانستان أعطى إشارات مهمة إلى الإمارات وإلى الدول الخليج بأن هذه التغيرات ربما ستضر بمصالحها، ربما سيكون هناك تهديدات لأمنها القومي، وبالتالي كان هناك استدارة واضحة للتعاون وإعادة العلاقات مع تركيا. نعم الوضع في أفغانستان له تأثير وإن كان بشكل غير مباشر، ولكنه لا يستطيع أحد أن لا يقول أن الهجات الارتدادية بما يحدث في أفغانستان تؤثر على المنطقة عموما وعلى دول الخليج خصوصا التي بحاجة إلى حماية وأمن قومي، وبالتالي تقاربها مع تركيا ربما من أجل الاستدراك ما فات من تأمين لهم وحماية لهم وتعزيز لأمنهم القومي وقواهم العسكري، هذا أولا. ثانيا تركيا بالمقابل هي حريصة على سحب البساط وأن تفوت الفرصة على من زرع العداوة وجعل هذه الدول أنها في المحور المضاد، خصوصا مثل فرنسا واليونان والدول التي لديها مصالح في ملفات تركيا هي رئيسة فيها، شرق البحر المتوسط وليبيا وسوريا وغيرها. وبالتالي تركيا أنا أعتبر أن هذه حكمة وحنكة وذكاء في صحب البساط من هؤلاء الذين أرادوا أن يكون هنالك استعداء بل حتى صدام عسكري، وتفوتت الفرصة عليهم، والتقارب التركي المصري كان البداية والتقارب التركي الإماراتي ليس النهاية، وستعقبه دول أخرى تأتي لتتقارب مع تركيا. أرمينيا الآن تغازل تركيا في فتح علاقات دبلوماسية وسياسية، إذن هنالك نوع من إعادة الاصطفاف والتمحضر والتموضع في تحالفات جديدة ربما ترتقي إلى مستوى التحالفات، لكن من المبكر أن نقول أن الآن العلاقات أصبحت سمنا على عسل. إذن التقارب التركي الإماراتي القريب الذي حدث منذ أيام وفاجأ الجميع، ما هي الملفات أو الأطر التي من الممكن أن يتفق عليها الجانبين التركي والإماراتي، خصوصا وأنهما يلعبان في محورين مختلفين تماما إن صح التعبير؟ أتوقع أن ثلاثة مواضيع أساسية هي التي الآن تتمحور حولها العلاقات الإماراتية التركية أو يتم التركيز عليها في هذا التقارب الحذر. المحور الأول وهو المحور الأمن القومي والتبادل العسكري وتقوية العلاقات من صفقات أسلحة وصفقات ربما تكون تبادل خبرات، دول الخليج بحاجة إلى من يحميها وبحاجة إلى من أن تستفيد هي من نمو تركيا الكبير والقوي عسكريا. نعلم أن الطائرات المسيرة تركيا أصبحت من ضمن أقوى ثلاث دول في العالم تنتج هذه التقنية، وهي تقنية أثبتت فعاليتها في كثير من الملفات الحساسة سواء في موضوع أذربيجان أو ليبيا أو غيرها. الموضوع الثاني أو المحور الثاني هو المحور الاقتصادي، تركيا بحاجة لاستثمارات اقتصادية مهمة، وبالتالي الإمارات شريك اقتصادي قوي، ضخ الأموال في مشاريع حكومية في تركيا واستثمارات مالية في القطاع المالي مهم بالنسبة للحكومة التركية، خصوصا أنها مقبلة على انتخابات 2023. أما المحور الثالث فهو المحور الإقليمي وهو هنالك ملفات بالنسبة لتركيا مهمة شائكة، شرق البحر المتوسط، ليبيا، العراق، سوريا، والإمارات هي تتمحور
في الحلف المضاد للمصالح التركية، وبالتالي سحب البساط من الآخرين وتحييد الإمارات من هذه التحالفات الإقليمية سيصب في مصلحة تركيا أولا ومصلحة الإمارات ثانيا. رابعا وأخيرا ربما أن الاستعداء واستخدام الإمارات منصة للهجوم على تركيا من مضاربات مالية ومن استضافة لمعارضين أو رجال المافيا الذين يهاجمون تركيا ويحاولوا أن يستهدفوا أمنها وسياستها، يتم الآن تحجيمها وتحديدها. إذا تعاون سيصب في مصلحة تركيا وتقارب سيصب في مصلحة الإمارات. هذه السياسة يا سيدي، جمة المصالح والمنافع، ودائما الوصول إلى القواسم المشتركة أفضل بكثير من التركيز على الخلافات الموجودة.